تمكن أفرادنا بفرقة قمع الإجرام بي آر بي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط ثلاثة أشخاص خطيرين من ذوي السوابق العدلية، من بينهم امرأة يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مستغلين منزل المشتبه فيها لتمويه نشاطهم غير المشروع. حسن استغلال تلك المعلومات وفعالية أفرادنا خلال التدخل مكنت من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة مع أحد 600 كبسولة من أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب. تم حرق جزء منها بهدف طمس آثار الجريمة إلى جانب كمية من المخدرات على شكل قطع معدة للترويج. أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي قارب 12 مليون سنتيم هو من عائدات ترويج هذه السموم. ملف جزائي أنجز ضد المشتبه فيه.